صباح الخير مرة تانية. الإيمان بالقدرات والإمكانات بينتج عنا ثقة بالنفس يا نور، ويلي هي بلا شك من الصفات الضرورية والإيجابية بشخصية أي إنسان فينا، ولكن إذا تجاوزت هالصفة، صفة الثقة بالنفس، حدود الطبيعية، بتنقلب ضد صاحبها وبتسبب له مشاكل وبتدفعه للفشل. تماماً يا ورد، وهذا هو السبب التهور يلي رح يدفع بصاحبه لعدم التفكير بعواقب أفعاله. بخبرية اليوم رح خبركن عن العلامات يلي حددوها خبراء النفس ويلي بتدل على إصابة الشخص بالثقة المفرطة بالنفس. أولاً، بذل الحد الأدنى من الجهد لإنجاز أي مهمة، لوجود اعتقاد عند هذا الشخص بأنه المهمة سهلة وما بتحتاج وقت، والبدء فيها بوقت متأخر عن المطلوب ممكن يسبب تأخر بتسليم المطلوب، الأمر اللي رح يأثر سلبياً على السمعة بمجال العمل. ثانياً، تجاهل الإشارات التحذيرية، فالوصول لدرجات عالية من الثقة بالأفكار والقرارات الشخصية رح تخلي الشخص يتجاهل إمكانية وقوعه بالخطأ، وهذا الشيء يلي منسميه بالغفلة، يلي بتوقع الإنسان المفرط بثقته بالأخطاء الفادحة. ثالثاً، التعدي على اختصاصات ومجالات الآخرين، فالثقة الزائدة بتسمح لصاحبها بإيداء آرائه بمجالات متعددة عن هذا المجال اللي هو بيشتغل فيه، والاعتقاد بأنه هو أفضل من الاختصاصيين بعملهم وبيقدر يقدم نتائج أفضل، الشيء اللي بيخلي الآخرين ينفروا منه من حديثه. رابعاً، الثقة المفرطة ممكن تعزز النرجسية عند الإنسان وتؤدي لأنانية مفرطة وظهور الحسد والتناحرات العدائية وزيادة الشعور بالهيمنة واستغلال مجهود الآخرين، وكل هذا بلا شك رح يؤدي لنتائج اجتماعية سلبية بتعزز كراهية الآخرين وتربصهم لاصطياد الأخطاء. أخيراً، عدم الاستماع لنصايح الآخرين وعدم تقبل النقد لاعتقاد هذا الشخص أنه مستحيل يخطئ وأن كل اللي حواليه هن أقل ذكاء منه، وهذا الشيء يلي ممكن يفسر ليه بيعاني هذا النوع من الناس من علاقات اجتماعية غير مستقرة. 100% في عنا شيء بعلم الإدارة اسمه الشخص المندمج بشكل مبالغ فيه، هذا الشخص مؤذي للبيئة اللي هو عم يشتغل فيها نوعاً ما. وكمان بعلم النفس الشخص الواثق بنفسه مثل ما ذكرتي بشكل مبالغ فيه ممكن يستخدم هاي الثقة بشكل ينعكس عليه وعلى الشخص المحيط فيه أو الأشخاص المحيطين فيه بشكل سلبي.